صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي وكان معنون على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا ما فيش اتنين بيختلفوا عليها، زي حلقات كتير قوي برضه ما فيش اتنين بيختلفوا عليها، من كتر ما الناس كلها بتحبها، كبار وصغيرين، بنات وشباب وعواجيز وامهات، كله بيعشقها. بس في ظل اللي احنا فيه والمقاطعات اللي احنا فيها، فاحنا ما بنجيبهاش من بره. ده حاجه. تاني حاجه، لساني مش مطوعني، مش قادره انطقها واقول هنعملها في البيت اوفر. مش قادره اقول ان احنا هنعملها في البيت، عشان هي مش اوفر في الاسعار اللي احنا فيها، وربنا يرحمنا يا رب، اللهم امين، الاسعار مش اوفر. فاحنا النهارده هنعمل الوجبه اللي بتتكون من ثلاث حاجات. ايه هي؟ رز وسلطه وفراخ، تاني ريزو وكولسلو وبروستد. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، وبطريقه حلوه قوي قوي قوي، ومش هقول اوفر والكلام ده، هو يكفي ان انا اقول انضف، يكفي ان انا اقول انضف، مش هقدر اقول ان هي اوفر. فالنهارده هنعمل ثلاث وصفات ان شاء الله باذن الله، اكله كامله متكامله مفيش حد ما بيحبهاش. طيب، وارجع واقول مش شرط حضرتك تعملي الكميه اللي انا عاملاها، ممكن تقللي على حسب عدد افراد اسرتك، ما عنديش اي مشكله. طيب، عندي زيت سخن على النار، عندي حله بتسخن، والزيت اللي بيسخن دوت على درجه حراره هاديه علشان ما يتحرقش مني، وارجع بعد كده لما اجي اشتغل اروح معليه النار عادي. الحله هي اللي عايزاها تسخن قوي علشان ابدا ان انا اشتغل في الريزو بتاعنا. طيب، هنبدا بالريزو، بس قبل ما نبدا بالريزو عايزه اصبح على كل حبايبنا ومتابعينا في كل مكان، وافكرهم بارقامنا اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. يومكم حلو ان شاء الله باذن الله، ويومكم ان شاء الله جميل، ربنا يرضيكم ويرضيكم يا رب، اللهم امين. صباح الفل يا رغود. هي رغدة فين؟ لا صوتك مش سامعاك. ندى في زنة. تسلم ايدك يا رغدة، بجد تسلم ايدك، حرمش منك يا رب. يلا بينا ننزل مقاديرنا ونصبح كده على كل حبايبنا، وننزل المقادير بتاعتنا، واستاذن حمدي. صباح الفل يا حمدي. استاذن حمدي، صبحت والله، ما اقدرش ابدا الحلقه من غير ما اصبح عليه. رغدة باللي هي عاملاه في الحلقه، فواخد دماغي وقلبي وعقلي وكل حاجه. صباح الفل عليكم. نبدا بقى دلوقتي، هستاذن دي ممكن تفصلني. هنستاذن حمدي ينزل لنا المقادير ويسيبها شويه على الشاشه عشان حبايبنا يصوروها او يلحقوا يكتبوها ورايا. طيب، مقاديرنا بتقول ايه؟ هنبدا بمقادير الريزو يا رغده، يلا بينا. رز الريزو، احنا هنحط على الوش فراخ مقليه مكعبات. الفراخ المقليه دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من بره جاهزه؟ لا، ده احنا هنعملها ولما يجي وقتها هنعملها مع بعض. عندي 5 كوبايات رز مصري، بصلايه مفرومه، 6 كوبايات ونص ميه مغليه، مكعب مرقه، معلقتين صغيرين من السكر، كركم وكاري وملح وفلفل اسود. ده الرز بتاعنا. طيب، الصوص الريزو بقى، انا صوص الريزو ده هجمعه دلوقتي، ده اسهل واسرع واحلى صوص ريزو ممكن تعملوه. هجمعه على طول دلوقتي علشان هاخد منه حبه اشتغل بيهم في الرز، علشان يبقى التطعيمه بتاعته ما شاء الله اللهم بارك، ده غير الصوص اللي هتحط على الوش. طيب، انا عندي فكره دلوقتي يا شباب، ايه رايكم؟ ممكن ان احنا ننقع الفراخ، ننزل مقادير الفراخ وننقعها في التتبيله بتاعتها ونرجع نشتغل في الرز. يلا بينا، يلا بينا. صوص الريزو بيتكون من ايه؟ عندي 2 كاتشب، 2 كبار من العسل الابيض، 2 كبار من العسل الاسود، 2 كبار صويا صوص، 1 كبيرة من الخل. معايا ايه كمان؟ فلفل احمر حار ناشف، اللي هو الفلفل القرنقوطي اللي هو الصغنن ده اللي بيتجاب من عند العطار، ده مهم جدا جدا لصوص الريزو. عندي بصل بودر، توم بودر، شطه وملح. مش عايزه اكتر من كده، ده الصوص وده الرز، وهنقولهم تاني او هنستاذن حمدي ان هم ينزلهم لنا تاني لما نيجي نشتغل فيهم. نيجي تاني بقى دلوقتي للفراخ. الفراخ دي موالها موال، بس مش علينا. موالها موال بس مش علينا، بمعنى ايه؟ بمعنى خطواتها كتير؟ لا، هي مش خطواتها كتير، حواراتها كتير. يعني ايه حواراتها كتير؟ يعني لو الفراخ بتاعتنا بعظم، سواء اجنحه او دبابيس او فرخه كامله 8 قطع، يقول لك ايه؟ طيب، بتتحط نيه، بتاخد نص سلقه، بتتسلق على البخار، بتتنقع علشان تستوي معانا بسرعه. ايه الصح بتاعها؟ كل ده صح،
لو انت مش محتاجه، لو مش هتعمليها صدور بانيه كده او صدور ستريبس وتقطعيها كده، او وراك، دي وراك مخليه وصدور بانيه متقطعه شرايح كده عشان تبقى ستريبس. انا محتاجه النهارده كده. طيب لو انا هعملها اجنحه او هعملها دبابيس او هعملها فرخه 8 قطع، الحل الصح بتاعها ايه؟ عندك حاجه من اتنين. لو حضرتك شاكه بنسبه 1% وادام في نسبه حتى لو قليله، مهما كانت هي نسبتها ايه، ادام قليله او مهما كانت قليله، ادام في نسبه شك، يبقى احنا بنقطع الشك باليقين. بمعنى ايه؟ لو حضرتك شاكه بنسبه 1% ان الفراخ لو عملتيها وهي نيه هتطلع مش مستويه من جوه وهيطلع العظم بتاعها فيه دم، يبقى نقطع الشك باليقين ونديها نص سلقه بس، مش في ميه. ما تسلقهاش في ميه. امال اسلقها ازاي؟ اسلقها على البخار. يعني ايه اسلقها على البخار؟ هو في فراخ تتسلق على البخار؟ انا هقول لك دلوقتي لو الفراخ بعظم تسلقيها ازاي على البخار وهتستوي معاكي بسرعه. طيب اجنحه، دبابيس، افخاد او فرخه 8 قطع، بمسكها الاول اغسلها كويس جدا على الناشف وابدا ان انا بعد اسيبها 10 دقائق او ربع ساعه، ارجع اشطفها بميه كويس قوي، ارجع انقعها في ميه وملح لمده ساعه. ميه وملح لمده ساعه. الساعه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الانسجه بتاعه الفراخ تستوي معايا بسرعه وما تاخدش وقت، بتدخل جوه علشان العظم اللي بيبقى فيه دم او العظم المحمر ده بتبدا ان هي تقفل المسام بتاعه العظم نفسها علشان لما تيجي تاكل الفراخ ما يبقاش العظميه فيها دم. طيب اسلقها ازاي على البخار؟ حله فيها الميه اللي انت عايزاها، فيها مكعبات مرقه، ممكن تحط لورا بودر، حبهان بودر، توم بودر، بصل بودر، طماطمايه، جزرايه، عود كرفس، كل ده في الميه، وتروحي حاطه عليها مصفى، والمصفى اللي تتحط دي الارضيه بتاعتها ما تبقاش طايله الميه، وترص الفراخ وتغطي وتكتمي الحله بالمصفى. البخار اللي طالع من الميه هيبدا ان هو يسوي لي الفراخ من غير ما تتهري، ودي يا ست كل حاجه مهمه جدا جدا جدا. ليه ما قلتلكيش تسلقيها في ميه سلقه عاديه او تسلقيها حتى نص سلقه؟ انا مش عايزه كده، انا مش عايزه الانسجه تشرب ميه، انا عايزه الانسجه تبقى ناشفه ملمومه، المسام نفسها قافله على بعضها، علشان كده هنسويها بنص سلقه على البخار، مش سلقه كامله برضو، نص او ثلاث ارباع سلقه. تستوي خالص، نغرس فيها الشوكه، نلاقيها دخلت من غير اللحم ما يتفصص عن العظم. ده الهدف من سلقها على البخار. خلاص السلقت وتمام وزي الفل، مش عايزه املحها ولا اي حاجه عشان هعتمد على الخليط اللي انا هعملها فيه. اللي هو ايه؟ خليط النقع بتاعنا اللي هو احنا هنتبل الفراخ وهنحطها على خليط النقع بتاعنا اللي هو دقيق وميه وشويه كاري وشويه شط وحبه ملح وفلفل. هننقع فيه الفراخ نفسها. ده اللي انا هعمله دلوقتي. انا هنقع الفراخ صباح الهنا، انا هنقع في ذبذبه، في زنه هي حاصله دلوقتي اصلا. اها بصوا كده، ادي دقيق، شويه من الكاري، حبه من الشطه، حبة ملح وفلفل اسود، ده كده كده تمام. شايفين كده؟ هاخد منه دلوقتي. شايفين كده؟ ده ايه يا رغدة؟ ده الخليط بتاع التتبيله. ايه هي التتبيله بتاعتنا؟ ده انا النهارده هعمل حبه فراخ سبايسي سبايسي سبايسي. بصوا بقى، هروح واخده كده شويه عصير ليمون، ده انا كل ده انا هدلع النهارده خليط النقع. هدلع خليط النقع، ده ايه يا رغده؟ ها؟ عشان نتكلم عليه. لا ده مش كركم، ده خلنجان. حبه من الخلنجان كده، وحطينا الملح وشويه الكاري، وادي الهريسه. يا نهار ابيض على صنف الفراخ اللي نونه هتعمله النهارده. هدلع الخليط بتاع النقع. خليط النقع ده اللي واضح من اسمه خليط نقع، يعني هتتنقع فيه الفراخ بتاعتنا علشان ناخد تتبيله تجني. بصوا كده، الخليط ده انا هنقع فيه الفراخ بتاعتنا، سواء الاستريبس اللي هي الصدور اللي متقطعه شرايح،
او الوراك اللي هنعملها سندوتشات. شايفين؟ شايفين شكل الخليط عامل ازاي؟ انا بقى حاليا ما يجيليش الجرأة ادوقه. بعد العملية بتاعتي ما اقدرش ادوق فيها حاجة سبايسي، بس هيطلع نار نار. ده بقى الخليط اللي انا عايزاكي تنقعي فيه الفراخ، سواء اللي هي تكون ستريبس او شرايح كده، او الوراك، او اللي هي مسلوقة على البخار تلات ارباع سلقة. لازم تتنقع في الخليط ده، ليه؟ علشان اللحم بتاع الفراخ نفسه من جوه يشرب. انا عايزه مفيش حاجه مش موجوده او مفيش حته في قطعه الفراخ نفسها مش شاربه من الخليط ده. الخليط ده انا عايزاه يتوغل وينتشر كده جوه حته الفراخ. ادي الخليط بتاعنا اهو. هرجع بعد كده اروح ماسكه الصدور بتاعه الفراخ المتقطعه شرايح بالشكل ده كده. عشان كده انا قلت ونفس النظام حضرتك تعملي كده، نفس النظام حضرتك تعملي كده. الخلطه تتعمل تتنقع فيها الفراخ على ما نعمل الرز، يبقى تمام وزي الفل. نبدا نقلي وصحتين وعافيه على قلبك. السلطه بقى نصيحه مني لما نيجي نعملها هقول لكم على كام تريكايه كده في الفراخ، في السلطه لازم نخلي بالنا منها برضو علشان تطلع لنا السلطه زي بتاعت بره بالظبط. شايفين الخليط عامل ازاي؟ خليط عالمي، خليط عالمي. هنركنها على جنب كده، وده الخليط بتاع التغليف. خليط التغليف ده اللي هو ايه؟ اللي هو هناخد قطعة الفراخ من هنا نغلفها بده، وهنحط هنا ايه؟ حبة من البابريكا كده عشان الخليط يبقى محمر. ناس كتير تقولك ايه؟ احنا لما بنجيب الفراخ دي من بره الآلية بتاعتها تحسوا ان هي مش ذهبي، محمرة. هي محمرة ليه كده؟ من ده، محمرة من ده. الدقيق اللي بيتحط من بره بيبقى محطوط له بابريكا محمره الخليط نفسه، علشان لما تحط في الزيت تطلع لك اللون بتاعها مختلف عن الاليه في البيت. سؤال مهم، يلا. بالظبط 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 بالظبط. حمدي بيقول لي سؤال، هي علشان تطلع مقرمشه والطبقه بتاعتها كبيره. انا عايزه اقول لكم على حاجه، سواء جمبري او فراخ او حتى ايه اللي بتقليه، الطبقه الكبيره اللي بره اللي بتملى الساندوتش دي وتيجي تاكليها تحس ان هي طبقه مقرمشه كده، لكن على ما توصلي للفراخ نفسها او للجمبري نفسه بتاخدي مسافه. الطبقات دي كلها بتيجي من ايه؟ بتيجي من الخليط التغليف ده اللي هو الدقيق وعليه البابريكا، وممكن ساعات بيتحط له كركم او لون اصفر على حسب ما انتوا عايزين اللون عامل ازاي. ولازم عند الاليه نطلع من خليط التغليف ننزل في ميه ونطلع على طول، نحط في خليط التغليف خد دقيق تاني على الميه، من دقيق للميه ومن الميه للدقيق على حسب بقى ما انت عايزه، طبقتين ثلاثه ان شاء الله تعمليها 10 طبقات، وكل ما بتزودي من الميه والدقيق بتزيدي الطبقه. بس ده مش صح، ده مش حلو. انا عايزه يبقى في بره طبقه منعكشه مش متساويه او مش مهندمه كده او مش مظبوطه، عايزاها تبقى منعكشه، بس لما اجي اكلها احس بالقرمشه واوصل للفراخ بتاعتي اللي جوه على طول، مش اقعد اخد مسافه او يعني اخد وقت على ما اوصل للفراخ او الجمبري اللي باكله. عايزه تكبريها، هتكبر لكن هتضيعي التطعيمه بتاعت الصنف اللي انت عاملاه. فالنهارده هو كبرها قوي مرتين قوي، وهنشوف شكلها يبقى عامل ازاي والخليط هيبقى عامل ازاي. هسيب الفراخ بتاعتنا في التتبيله بتاعتها كده او خليط النقع بتاعها، ونيجي دلوقتي للرز. هبدا الاول اجمع صوص الريزو. طب نجمع صوص الريزو. طب هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، احنا هنحط شويه زيت واحط البصلايه، او احط السكر المكرمل الاول قبل البصلايه يتكرمل، واحط البصلايه ونطلع عشان لما نطلع نعمل الصوص، ايه رايكم؟ يلا بينا جدا. طيب احنا نزلنا مقادير، احنا نزلنا المقادير بتاعت صوص الريزو او الرز نفسه. كل اللي هعمله دلوقتي، عندي حله سخنه جدا على النار، انا كل اللي هحطه معلقتين سكر كده. ايه فايده معلقتين السكر دول؟ ما انا كده كده اصلا هاخد من الصوص ده واللون بتاعه هيبدا ان هو يغير لي لون الرز. لا، ده المعلقتين السكر دول مهمين جدا. الحله عندنا سخنه، بدا السكر يكرمل معانا، بدا ان هو يدوب. على طول ما اكون محضره في ايديا بصلايه، البصلايه دي مفرومه؟ لا، يا تفرميها ناعم قوي يا تبصريها.
يا تفرميها ناعم قوي يا تبشريها. انا مش محتاجه ان انا اشوف وانا باكل الريزو قطع من البصل علشان يبقى زي بره بالظبط، سواء شكل او لون او تطعيمه. معانا مقادير الرز على الشاشه او رز الريزو، بتقول ان احنا معانا الصوص نفسه. ماشي تمام، يلا صوص الريزو بيقول ايه؟ طيب على ما نشوف صوص الريزو اللي موجود معانا، السكر عندنا هنا اتكرمل، البصلايه تنزل عليه على طول. يلا بينا، سامعين؟ البصلايه وهطلع حالا. يلا بينا. شايفين لون البصلايه مجرد ما نزلت من على السكر؟ شايفين؟ بصوا لون البصلايه عامل ازاي؟ ده بسبب معلقتين السكر اللي انا نزلتهم. هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هعمل اي حاجه، انا هشيل البصلايه دي من على النار عشان زي ما قلت لكم مش هعمل اي حاجه لما ترجعوا لي من الفاصل. نعمل الصوص وناخد من الصوص حبه على البصلايه مع السكر المكرمل ونشوف احلى واطعم واضمن واقرب. اقرب ايه؟ ده هيبقى احلى من الرز الريزو اللي بنجيبه من بره. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلد يوكل، وحلقه ما حصلتش كالعاده، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، البصلايه بتاعتنا تمام وزي الفل، رجعناها بالشكل ده كده، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ تمام جدا. طيب هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ هروح نازله بالكركم والكاري، مكعب المرقه، وده مهم جدا جدا جدا. انا واحده اصلا بتعشق مكعبات المرقه وبتحطها في اي حاجه. عملنا كده. طيب قبل الخطوه دي او قبل الحركه دي، انا طبعا هشيلها من على النار. قبل الخطوه دي لازم اكون محضره الصوص. ليه؟ علشان الصوص ده انا هاخد منه على الرز بتاعنا. هجيب كده معلقه واروح مجمعه كل ده، وارجع واقول ممكن الصوص ده نعمل منه كميه ونحطه عندنا في الثلاجه، مش هيقول لنا لا. كاتشب، دبس رمان، قصف عسل اسود، صويا صوص، شوية من الخل، عسل نحل بالشكل ده كده، توم بودر وبصل بودر، شوية من الشطة الناعمة والشطة اللي هي الأرناؤوط اللي هي الناشفة. كتير 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 كتير. نعمل كده، ما لازم يبقى كده. شويه من الملح علشان نعمل تعادل بين السكريات اللي اتحطت وبين الحادق اللي احنا عملناه. ما اقدرش والله. بص بقى كده، تعالوا اوريكم عظمه، تعالوا اوريكم عظمه. بص كده معايا، ده صوص ايه ده؟ شايفين؟ بصوا المنظر يا روحي عالجمال. عظمة 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 عظمة. هاخد بقى شوية من الصوص ده واروح حطاه على البصل اللي على النار، وابدأ ان انا بعد كده انزل عليه الرز. طبعا انا مش هحط كل ده لان انا محتاجه الباقي علشان عن اطباق الرز اللي احنا هنعملها علشان يتحط عليها من على الوش. بس شفتوا شكل الصوص عامل ازاي؟ رهيب. صوص الريزو اسهل منه مفيش. طيب بصلايه على النار، هاخد كده حوالي معلقتين. وابدا ان انا اقلب كده. شايفين؟ واروح نازله على طول بالرز. تمام؟ بعد ما حطيت الرز كده انا محتاجه حبه زيت. بس. هوريكم دلوقتي لون الرز هيبقى عامل ازاي والتطعيمه بتاعته يا روحي يا روحي على الجمال بتاعه.
طبعا الريزو ما بيتعملش برز بسمتي، لا بيتعمل برز مصري عادي جدا. شايفين شكل الرزايه؟ بصوا اللون عامل ازاي. البصل مش باين، البصل مش باين، ونخلي بالنا من الحته دي كويس قوي. انا حاسه ان انا محتاجه اعمل حاجه كمان بصراحه، يعني محتاجه اخد معلقتين تانيين من ده. بالشكل ده كده محتاجاهم قوي بصراحه. رغده انت معايا؟ مش سامعاكي النهارده. طيب الرز اللي احنا بنعمله ده حطينا عليه سوائل دلوقتي، هنحتاج ايه؟ ها ها، اخر كلام رغده دلوقتي. انا سالتها قلت لها احنا حطينا هنا سوائل، والمفروض ان احنا حطينا قد ايه رز؟ 4.5 رز، يعني المفروض نحط عليهم قد ايه؟ 6، على اساس ان في كوبايه ونص زياده. طيب احنا دلوقتي حطينا كاتشب وحطينا عسل نحل وحطينا عسل اسود وحطينا صويا صوص، هنقول مقدار السوائل ده عباره عن قد ايه؟ نص. هقول لك ليه. الكاتشب والعسل والكلام ده كله بيبقى جواه سوائل مخفيه. يعني ايه سوائل مخفيه؟ يعني ممكن ان احنا لما نحطها على النار ما تتشربش بسهوله، لكن تعجن لنا الوصفه. فبندي مقدار الميه اقل شويه من الطبيعي علشان تطلع لنا مفلفله، ما تبقاش ماسكه. فاحنا دلوقتي حاطين 4.5 من الرز، والمفروض ان احنا نحط قد ايه ميه؟ نحط 6. طب علشان خاطر السوائل اللي اتحطت هنحط قد ايه؟ 5.5. ماشي. نعم. بالظبط كده. والميه لازم تكون ايه؟ مغليه. الله ينور عليك. الله واحد ملوش تاني. 3 4 5. ادي 5 كوبايات ميه، واحنا حاطين قد ايه رز؟ 4.5. احنا كده مقدار الميه الزياده ايه؟ نص كوبايه بس، هنحط نص كمان علشان السوائل اللي اتحطت كده. تمام وزي الفل. ادي تقليبه للرز الحلو بتاعنا ده. لا لا لا، لا 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 لا. ندوق الحياء بتاع الرز. بسم الله. ايه ده؟ ظبطنا. لقينا ان هو الحياء بتاعه او السبايسي بتاعه حلو جدا، بس ظبطنا ايه؟ ظبطنا الملح. حطينا شويه ملح وهنعمل كده نار عاليه 10 دقائق نهدي النار. نيجي بقى دلوقتي للعظمه الثانيه. اول عظمه عظمه كده خلاص. نيجي للعظمه الثانيه. محتاجه بوله، الفراخ بتاعتنا اللي احنا نقعناها في الخليط اللي يجنن ده. عندي هنا خليط، انا ممكن اعمل ده هنا، اللي هو الدقيق والبابريكا. هنحط عليه شويه من الملح، خليط التغليف ما بحطش عليه فلفل اسود. خليط التغليف ما بحطش عليه فلفل اسود، بحط بابريكا. ليه؟ علشان يديني اللون اللي انا عايزاه، لكن الفلفل الاسود هيغمق لي الخليط. وارجع اعمل كده. محتاجه بوله كمان، هنحط فيها ميه عاديه خالص من الحنفيه، مش شرط ان هي تكون بتلج او الكلام ده كله خالص. انا حاطه اصلا الخلنجان في الفراخ، فهتديني التسويه بسرعه. طيب ممكن حد يجيب لي كيس ثلاجه؟ كيس ثلاجه، كيس حراري اللي موجود. حطينا ميه، زيت سخن عندي على النار، طبق علشان اطلع فيه على مقلي، وطبق تاني بمناديل عشان اطلع فيه اللي هيتقل. حاجتي كلها جاهزه حواليا.
حاجتي كلها جاهزه حوالي. اعمل الخليط ده كده، كيس ثلاجه لو سمحتوا بالشكل ده. ادي البابريكا مع الدقيق مع الملح، ما حطيناش فلفل اسود. الرز بتاعنا على النار تمام وزي الفل. طيب هبدا ان انا اخد كده كده، كده شايفين، سامعاهم بيرغوا هنا على فكرة. ادي الحالة الشرايح بتاعت الفراخ كده، هسهل عليكم دلوقتي واوريكم ازاي ان احنا نعملها بطريقة سهلة وبسيطة وما تاخدش مننا وقت، بس لما يجيبوا لنا ان شاء الله كيس التلج. هعمل كده شايفين، ما بمسكش قطعه الفراخ واطبطب عليها كده او اضغط عليها الخلطه، لا انا بعمل كده اهو علشان تطلع لي قطعه الفراخ بالشكل ده منعكشه، ده اللي انا عايزاه ان هي تبقى منعكشه بالشكل ده. شفتوا المنظر؟ تبقى منعكشه، ما تبقاش ان هي قطع معموله متبله زي البانيه. تاني هعمل كده واروح منزله في الميه، مطلعه منزله هنا تاني في الميه وهنا في الميه كده، واطلع واحط كده. بصوا ما بخليهاش قطع متساوي، لا اهو شايفين. طيب في حركه تانية او طريقه تانية يا نونا نعمل بيها كميه اكبر؟ اه طبعا في، اللي هي ايه هوريها لك حالا دلوقتي بالشكل ده كده. بصوا قطعه الفراخ، انطر كده واعمل الشكل ده واعمل كده، لازم انطر كده الدقيق بالشكل ده شايفين. الزيت عندي يكون سخن، صدور الفراخ ما بتاخدش وقت في القلية، يعني مجرد ما تنزل هطلع على طول شايفين. هوريكم الطريقة التانية اللي اقدر اعمل بيها كمية كبيرة في خطوة واحدة. نعم شايفين، طبعا عشان الزيت سخن فمجرد ما نزلت ايه خدت اللون شايفين، مجرد ما تنزل مش هنحس بيها شايفين. اول ما تنزل نبدا ان احنا نرفع على طول شايفين المنظر عامل ازاي. يلا بينا نتبل بس الوراك ونطلع شايفين عشان نرجع نعمل السلطة. بصوا بقى نفس الكيس ده، الخليط بتاعنا اهو بالظبط. رغدة بتقول لي بحس دايما ان الاستريبس بيديني كمية اكتر من البانيه، علشان البانيه بيبقى قطع على بعضها متبططة كده، لكن الاستريبس بيديني كمية اكبر، ده حقيقي. بص انا بعمل ايه، بطلع الشرايح بالشكل ده كده واروح ماسكة الكيس كده
شايفين؟ ببدأ ان انا اغلف الفراخ كلها بالشكل ده. شايفين كده؟ انا خلاص غلفت الدقيق مع الخليط، وارجع بعد كده اروح مطلعه كده. بصوا انا مش محتاجه ان انا احطه في ميه. يلا بينا على الزيت على طول. يلا بينا. عايزه بس اوريهم قطعه وراك علشان هكمل آلية في الفاصل. بالشكل ده كده، شايفين؟ بصوا ايه ده، هو استوى من جوه. استوى من جوه، هو لحق كده. والله لحق، لان احنا اصلا حاطين له خلنجان فهيستوي معانا على طول، والصدور بتستوي معانا على طول. طيب بص بقى، قبل ما اطلع كمان بالنسبه لشرايح الوراك دي، بصوا القطعه هتبقى عامله ازاي دلوقتي. انا بس عايزه يا حمدي حقك عليا ان انا عايزه اوريهم القطعه دي عشان لما نرجع نكون قالينا كذا واحده في الفاصل. شايفين؟ بصوا شكلها عامل ازاي. انا عايزه القطعه تبقى منعكشه كده، هروح منزلاها في الميه واطلع، ما طولش في الميه، واروح مرجعها للخليط تاني. الزيت عندي سخن، وهوريكم شكل قطعه الفراخ دي هتبقى عامله ازاي. بسم الله. شايفين؟ مجرد ما حطيتها كده ما اقلبهاش، زي اي بانيه انا بعمله، مجرد ما انزلها في الزيت ما حركهاش. ليه؟ علشان انا مش عايزاها تطرى. ده سبب رئيسي من اسباب ان الفراخ تطلع معانا مقرمشه. سبب رئيسي ان الفراخ تطلع معانا مقرمشه، اللي هو ايه يا نونا؟ اللي هو ان حضرتك ما تحركيهاش من النار الا لما تتغلب. بص تيجي تحركيها كده، تمام. اعمل بقى كده، اروح عامله كده، تكمل تحمير معانا ونطلعها، وهقلي الباقي ان شاء الله باذن الله في الفاصل، علشان لما ترجعوا لي نشوف بقى هنعمل سندوتشات شكلها عامل ازاي، والاستريبس دوت هنقدمه ازاي مع الريزو، وفي نفس الوقت نعمل سلطه الكول سلو بطريقه سهله جدا وبسيطه. واقول لكم على كام تكايه فيها كده لازم نخلي بالنا منهم عشان ناخد سلطه كول سلو مظبوطه على الشعب. شويه صغيرين وراجعين، او اطرافوا اي حته ومستنيكم. بصوا الاكله دي اللي ما بينفعش حد يقف قصادها، اللي هو ايه؟ لا اديني بقى حبه رز، طب اديني كده شويه معلقه سلطه كده مثلا، انقنق فيها على ما الفراخ ما تستوي. هي دي الاكله كده، وخصوصا لما تتعمل في البيت. ساعه الاليه بتاعه الفراخ دي، او ساعه الاليه بتاعه الصنف ده او عمايله، بتحلى الحكاوي. احلى حكاوي تلاقيها موجوده في المطبخ وانت بتعملي اي اكل، مش شرط الصنف ده، بس الصنف اللي بيبقى فيه ايه؟ الكل مستنيه، اللي هو الكل ايه؟ مستني ان هو يطلع. سواء بقى الصنف اللي احنا عاملينه، سواء كبده اسكندراني، سواء كبده مقليه، ايا كان الصنف اللي بتعمليه ايه، بياخد وقت في المطبخ، فيا حلاوه الحكاوي معايا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا ان احنا نغرف السلطه بتاعتنا. احنا دلوقتي حمرنا الفراخ والوراك ديت انا هعمل بيها سندوتش، بس انا دلوقتي عايزه اوريكم حاجه. بصوا كده، شايفين كده؟
اللي يشوف السلطة دي هيفتكر ان احنا شاريينها من بره. اللي يشوف السلطة دي بالشكل ده كده هيفتكر ان احنا شاريينها من بره. ليه؟ لان السلطة دي معمولة من بالليل، من امبارح. نعم. لا بيعمل المشكلة في ايه؟ احنا لا 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 خالص، لا 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 لا، هم قصدهم ما بتتعملش التاني يوم، اللي هي علشان الكرنب نفسه، علشان الكرنب نفسه مش عشان المايونيز. المايونيز بيعمل ما بيعملش مشكلة. نعمل كده. طب احنا عملنا دي ازاي ووصلنا لها للشكل ده ازاي؟ هقول لكم حالا. طيب، في كول سلو بيتعمل مكعبات صغيره، وفي كول سلو بيتعمل سلايزات رفيعه خالص خالص خالص. فحته التقطيع بتاعه الكول سلو دي على حسب ما انت عايزه، على حسب ما انت عايزه، اللي انت بتحبيه انا ما عنديش فيه مشكله. اهم حاجه بالنسبه لي الصوص، وتبقى منقوعه فيه علشان تديني اللي انا عايزاه. الصوص وتبقى منقوعه فيه عشان تديني اللي انا عايزاه. هننزل مقادير الكولسلو حالا حالا على الشاشه، وهنسيبها دقيقه كده علشان حبايبنا يسجلوها عندهم او يصوروها او يكتبوها على حسب ما هم عايزين، على ما نشوف بنعمل ايه. مقادير الكولسلو بتقول ايه معانا يا راضي؟ معايا كرنب ابيض مبشور، ومعايا جزر مبشور، وبصلايه مبشوره، بصلايه مبشوره، اوعوا تقطعوها مكعبات. ربع كوباية عصير ليمون، 5 معالق كبار من خل التفاح. وده السبب او السر وراء ان الكولسلو لما بتعمليها في البيت، وحضرتك فاكرة ان هي حبة مايونيز وحبة عصير ليمون وشوية سكر، ويطلع لك الصنف مظبوط، تيجي تاكليها في حاجة ناقصة، في حاجة مش زي بتاعت بره، في حاجة ناقصة. الوصفة دي ايه هي؟ في سر بيحطوه. السر اللي بيتحط هو مش سر ولا حاجة، ده خل التفاح اللي بيتعمل، خل التفاح اللي بيتعمل. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هروح مجمعة البصلاية المبشورة مع عصير الليمون مع السكر، والسكر دوت لازم 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 يدوب. خل التفاح، اقلب ده كله كده مع بعضه، وممكن ندوب السكر بره في عصير الليمون او في خل التفاح الاول قبل ما ننزله على البصل. اهم حاجه ما يبقاش محبب، عشان كده بنقول ان هي تفضل ليله كامله معانا كده. نزلنا بعد كده بالمايونيز، وده كده الدريسنج بتاعنا. طيب هل ينفع ان انا اعمل الدريسنج ده كده اهو واسيبه على جنب، واجي قبل التقديم زي ما احنا ما متعودين لما بنيجي نعمل السلطات اروح حاطه الكرنب على الجزر واعمله؟ لا، انا عايزه الكرنب والجزر يتبلوا، ما يبقوش مصحصحين. فعلشان كده مش هقول لك يا ستي ما تعملهاش قبلها بيوم، اعمليها قبلها بثلاث اربع ساعات علشان الخليط يطرى معانا. نبدا ان احنا ننزل كده. شايفه الهيش ده كله؟ ده بعد كده مش هتلاقيه. الهايش اللي حضرتك شايفاه ده وتقولي كمية كبيرة، ده مجرد ما بيدبل بتأثير خل التفاح وبتأثير المكونات اللي احنا حاطينها مش هتلاقيه بعد كده. تحطيه بقى، تغطيه وتحطيه في التلاجة 3 4 ساعات يدبل معانا، كل المكونات تبقى تمام وزي الفل، يطلع لك بالشكل ده. المايونيز واخد من خل التفاح، واخد من تطعيمه الجزر، واخد من لون الجزر، تحس ان الشكل بقى مختلف تماما، والتطعيمه نفسها كمان مميزه زي ما بنجيب من بره بالظبط. خل التفاح هو السر في وصفتنا النهارده اللي ناس كتير ما تعرفوش. ناس كتير تقول لك لا هنحط مايونيز، طب هنحط شويه سكر، طب هنحط سنه خل، طب هنحط شويه ليمون، طب نحط ملح وفلفل اسود. لا لا، ما تحطيش كل ده، امشي على المقادير اللي انا عاملاها النهارده، هتطلع معاك الكولسلو حدوته بالشكل ده كده. تمام. عايزه ايه؟ مين اللي اتصلت؟ مين اللي اتصلت؟ محتاجه ايه؟
مقادير مقادير رز الريزو عينينا الاتنين. يا سلام، طب نبص كده على رز الريزو وننزل لها المقادير بتاعته، وعينينا الاتنين للمتصلة حبيبتنا اللي اتصلت بينا. شايفين الرز؟ بسم الله. رهيب. محمد ابراهيم بيقول لي الريحه ايه والطعم، عايزه اقول لكم يجنن. طيب هنيجي كده دلوقتي كده، خلاص السلطه بتاعتنا خلاص تتقفل استريتش وتتحط في التلاجة وتبداوا تقدموها ساعه الاكل. هنيجي دلوقتي نكون سندوتشات كده عندنا بالشكل ده. عندي حته من الكابوتشي كده، بس قبل ما احط ده، انا واحده ليها مزاج شويه في الاكل، انا بحب ان كل قطمه او كل لقمه اكلها يبقى ليها تطعيم. بصوا كده، رغدة. ايوه بالظبط كده، انا مش عايزه كتير. عارفه لو قلت الكلمه دي تاني، لا مش الكلمه دي. ايوه شايفين، شايفين المنظر. التطعيمه دي انا محتاجاها علشان السندوتش بتاعي يبقى مختلف. بصوا المنظر عامل ازاي، تقول ايه، ابدا ان انا اعمل كده. شايفين، يلا بينا يلا بينا. حاضر، يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده، الحلقه النهارده بتاعتنا عملنا فيها الريزو وعملنا فيها الفراخ وعملنا فيها الكولوسلو. بس برضو ارجع واقول كان معايا النهارده نجم في حلقتي. ايه هو النجم اللي كان معايا النهارده؟ وهو الطقم ال 23. تحسوا لما بكون معايا الطقم ال 23 ببقى حاسه ان انا مطمنه. ليه ببقى حاسه ان انا مطمنه؟ وايه اللي بتقوليه ده يا نونا؟ اه والله ببقى حاسه ان انا مطمنه. ولو عندي عزومه وفيها صواني كتير او الكلام ده كله، برضو ببقى حاسه ان انا مطمنه ان اللي انا عايزاه او محتاجاه هلاقيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هحتاج ان انا اشحت حاجه، مش بمعنى ان انا مش هحتاج ان انا اطلع حاجه من طقم تاني، لا الطقم هو هيبقى ماشي معايا تمام وزي الفل. بمعنى ايه تمام وزي الفل؟ ان انا مش هحتاج ان انا اطلع طقم غيره، هيكفي ويوفي. ده بالظبط اللي حصل النهارده مع الطقم ال 23. طقم ال 23 لو انا عندي عزومه هلاقيه بيسد معايا وسداد قوي قوي قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو هيسد معايا في محاشي، يسد معايا في سلق بط، في سلق فراخ. الطقم ال 23 النهارده معايا ما شاء الله، اللهم بارك عليه، حاجه كده تسد عين الشمس. المفاجاه بقى بتاعت الطقم ال 23 وبتاعت سوق المطبخ، ان الطقم ال 23 نازل في سوق المطبخ باربع الوان. يعني ايه اربع الوان؟ بص الحركه دي يا حمدي، شايفين انا عامله ايه؟ نقعين البصل في خل وفلفل اسود حب. الحركة دي يا جماعة بتخلي البصلاية بتطعيمة السندوتش روعة روعة. طيب نرجع تاني لسوق المطبخ، عملنا ايه؟ ان الطقم النهاردة نازل لنا باربع الوان، الكحلي او الازرق والاحمر والبني والرمادي. تلات اربع الوان لطقم واحد بيسد معاكي زي ما انت عايزة، بيسد معاكي زي ما انت عايزه. هتلاقيه على صفحه سوق المطبخ نازل بخصومات حلوه جدا جدا جدا. ومش بس الطقم ال 23 هو اللي موجود في صفحه سوق المطبخ، لا ده احنا معانا حاجات تانيه كتير قوي موجوده في صفحه سوق المطبخ. ايا كان عروسه بتجددي مكانك، بتجهزي، ام عروسه بتجهز، كل دوت هتلاقيه في صفحه سوق المطبخ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش محتاجه الف وادور، والاسعار الايام ديت نار نار نار. وكل يوم ايه ده، كل ساعة ممكن تبقي لسه بتطلبي دلوقتي الطقم، تيجي بعد كده
تيجي بعد كده بساعة تيجي تطلبيه لحد تاني او لحد من ولادك يقول لك لا والله السعر زاد. ازاي السعر زاد؟ انا لسه طالباه. لا والله يا فندم لسه الاسعار نزلت لنا بالشكل ده. طيب النهارده مفاجاه كبيره جدا لكل عملاء صفحه سوق المطبخ، خصم على الطقم وكمان شحن مجاني ولون. ايه ده؟ طب نخش على الصفحه نشوف. هي الرساله اللي جايه لي دلوقتي بتقول خصم على الطقم وكمان شحن مجاني ولون الميلامين اللي كانوا بيسالوا عليه بقى موجود كريمي في اسود. طيب تعالوا كده نخش ندخل كده نبص على لون الميلامين الكريمي في اسود. يلا بينا. يا رب بس يكون نازل على الصفحه علشان نشوف الميلامين الجديد اللي موجود في صفحه سوق المطبخ. يلا بينا. دي صفحة سوق المطبخ بوصل لها ازاي؟ بطريقتين. ادي الكيو ار موجود معانا على الشاشة وارقام التليفونات، تطلب اللي انت عايزاه من صفحة سوق المطبخ يوصلك لحد باب البيت. والمفاجأة اللي هم لسه باعتينها لي على الواتساب دلوقتي ان الشحن النهارده عليه خصم، ان الطقم النهارده عليه خصم كبير وعليه شحن مجاني. الطقم ال 23 اهو اكبر خصم لست الحبايب، اكبر خصم لست الحبايب. بدأت عروض رمضان، بدأت عروض عيد الام، كل ده هتلاقوه موجود معانا. انا مش لاقيه حتى الطقم الميلامين الاسود في كريمي علشان اوريه لكم، بس عموما ادام جالي رساله ان هو نزل موجود على الصفحه فممكن تدخلوا تسالوا على طقم الميلامين الكريمي في اسود علشان كان مطلوب جدا وتقدروا تسالوا عليه. ارجع واقول تاني صفحه سوق المطبخ الاقرب والاضمن والاوفر. صفحه سوق المطبخ مش صفحه حلل وبس، لا صفحه حلل واجهزه، صفحه حلل واجهزه، خلاط، محضر طعام، اير فراير، عندنا العجانات بالسعه بتاعتها كلها 7 لتر وال5 لتر وال10 لتر، الاربعه في واحد والثلاثه في واحد زي ما حضراتكم عايزين. عندنا ايه كمان؟ عندنا الاير فراير ومحضر الطعام اللي بيقوم ب 38 وظيفه. عندنا الاير فراير اللي هي ما بقتش حاجه كماليه، لا دي بقت حاجه اساسيه مع جهاز العروسه. عندنا ايه كمان؟ عندنا الفرن ال 45 لتر وال 50 لتر، عندنا كمان المكنسه وعندنا المكوى وعندنا مبرد الميه، مش مبرد ميه بس، لا ده سخن وسائع وبيخلي لك الشاي تعمليه وانت قاعده، مش محتاجه ان انت تقومي تعملي حاجه في المطبخ. عندنا كمان ايه؟ عندنا المكنسه، عندنا الخلاط نازل عليه هاند بلندر هديه، عندنا المكنسه ما شاء الله اللهم بارك عليها نازل عليها كمان هاند بلندر هديه. فدلوقتي الخصومات والعروض بتاعه رمضان وبتاعه عيد الام في صفحه سوق المطبخ ما شاء الله اللهم بارك، بتطلبي وتجيلك الحاجه لحد باب البيت. كل اللي عليكي ترفعي سماعه التليفون تطلبي اللي انت عايزاه، تقعدي حاطه رجل على رجل يجيلك الاوردر لحد باب البيت. دايما عندكم الخير كل يا رب. انا عايزه اكل سندوتش. السندوتش يجنن. تعالوا بقى كده نبص نشوف هنعمل ايه. عندنا الفراخ بتاعتنا دي، اديني 1 مينت دقيقة على رأي محمد إبراهيم، دقيقة دقيقة، مش عايزة أكتر من دقيقة. أيوة 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 أيوة، أيوة. يا روحي على الجمال. كفاية كده، يلا بينا. وريكم بقى دلوقتي الرز بتاعنا عامل ازاي. بسم الله، شايف الجمال؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ حبة رز عظمة عظمة عظمة. حمد انا مستمعاك. والصوص الصوص الصوص، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. We'll be right back.
نشتريها بره بأوروفات، وعندنا في البيت برضه بقت مكلفه علشان الاسعار اللي احنا فيها، بس على الاقل ضامنين ان احنا الكميه بتاعتنا هتبقى اكتر، مهما دفعنا بره مهما ودفعنا في البيت هتبقى في البيت اقل من بره بكتير برضه، علشان احنا حاجه عاملينها على ايدينا، جايبينها على ايدينا، ضامنين غسلها، ضامنين عمايلها بالشكل ده كده. ربنا يرضيكم ويرضيكم دايما يا رب. دي كانت حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم. اسيبكم بقى ان شاء الله باذن الله في حفظ الله، ويتجدد لقائنا بكره الساعه 10 الصبح، واللي فاتوا اي حاجه من وصفاتنا او عروضنا بيقدر يتابعنا الساعه 9 وربع بالليل في القعده. اسيبكم بخير واشوفكم بخير، واسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم. باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.